اهلا بحضراتكم، لكم التحيه. والنهارده الجزء الثاني من الحلقه هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم على انه الدعم النفسي محتاجين نسمع بعض، محتاجين نهتم ببعض، ولو بالسمع بالاستناط، نحن كل واحد فينا ما يحسش انه مهمل، لا حتى من كل المحيطين بيه يحس ان هم شايفينه، حاسين بيه، بيسمعوه، حتى لو مش هيقدروا يعملوا له حاجه. ليه بقول الكلام ده؟ لانه عايز اقول لحضراتكم في سنه 2002 2003 اليابان كان عندها معدلات انتحار كبيره جدا، نسبه كبيره جدا من اليابان او من الشعب الياباني. عارفين حضراتكم في اليابان عملوا ايه علشان يواجهوا مشكله زي دي؟ عملوا حاجه بسيطه جدا اسمها خط ساخن للفضفضه. والله اسم كده، خط ساخن للفضفضه. اتصل عليه لو انت متضايق مخنوق. خدوا بالكم برضو دي تركيبه الشعب الياباني، يعني انه يتصل ويحس انه هو محتاج حد بشكل علمي يسمعه او يفضفض معاه. برضو هنا التركيبة دي نحطها في الاعتبار. مهم ان هم عملوا خط ساخن للفضفضة، انه المواطن الياباني كان يتصل عليه وفي حد بيرد على المواطن ده، وكل مهمته انه هو بيسمع، بس بيسمع اللي بيقوله في التليفون او اللي بيشتكي له، بيسمعه، بيطبطب عليه زي ما احنا بنقول كده بالمصري. اعتقد ان هم تعاملوا مع المشكله دي من منطق الفضفضه على اعتبار انها قد تكون اسعافات اوليه للصحه النفسيه مثلا. يعني خط ساخن للفضفضه ممكن يتماشى مع التركيبه المصريه معانا. انا ليه كنت بقول لحضراتكم بلفت نظركم انه ركزوا ان الفكره دي كانت في اليابان، وكانوا بيعتمدوا على شكل الفضفضة دي. يمكن تركيبة المجتمع الياباني تبقى مختلفة عن تركيبة المجتمع المصري، لأنه إحنا كنا نسمع بعض كويس. كنا لما حد بيبقى عنده مشكلة بيلاقي جاره، بيلاقي قريبه، بيلاقي أخوه، بيلاقي أخته، بيلاقي صاحبه. دايما إحنا عندنا فكرة الأصحاب في مصر ليهم مكانة مهمة، والحقيقة تأثير أيضا مهم. احتمال نبقى بعدنا عن بعض شوية، احتمال يبقى فقدنا جزئية إنه نحس ببعض أكتر أو على الأقل زي الأول. حاجات جت شغلتنا في الحياة خدت من وقتنا كتير، يمكن ما أضفتش بقدر ما هي خدت. فضفضت البنت مع أمها، الأم مع سواء بنتها أو ابنها، الأب نفس الحكاية. الأصدقاء لما بيقعدوا مع بعض لسه بيطبطبوا على بعض، ولسه بيسمعوا بعض، ولسه كل واحد فينا بيقول للتاني على الأقل يخليه يخرج الطاقة السلبية اللي جواه. أتمنى إنه موضوعنا النهاردة في الجزء التاني من الحلقة نتكلم على احنا محتاجين دعم نفسي، محتاجين نسمع بعض اكتر، محتاجين نفضفض، فبالتالي نتوقف امام حاجه مش عايزه اسميها ظاهره ولا عايزه اسميها نسبتها كبيره في المجتمع المصري، لكن ما ينفعش نغفلها، فكره الاقبال او التفكير في الانتحار. الجزء الثاني ان شاء الله من الحلقه هيشرفني وهيكون معايا دكتور رأفت شحاتة، أستاذ تنمية بشرية وعلم نفس، وأيضا هيشرفني دكتور أسامة الحديدي مدير مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية. هنتكلم عن هذا الموضوع. لو لحضراتكم أي استفسار أو أي توضيح برضو تعاملوا معانا على الاس ام اس أو تابعونا وتواصلوا معانا على صفحة البرنامج. النهاردة كان في لقاء مهم في مصر، نعم كان في لقاء مهم جدا في مصر. النهارده سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل النهارده وزير الخارجيه الروسي، ووزير الخارجيه الروسي سلم سياده الرئيس رساله من بوتين بتتضمن ترسيخ اتفاق
الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين مصر وبين روسيا. وخلال اللقاء أكد سيادة الرئيس على أهمية تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية والسياسية لأزمة أوكرانيا، واستعداد مصر لدعم مسار تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية. اهتمام إعلامي عالمي بتصريحات سيادة الرئيس النهاردة مع رئيس الوزراء الروسي، وأيضا بوجود رئيس وزراء روسيا في مصر. سكاي نيوز: السيسي يؤكد للافراف أهمية الحل الدبلوماسي للأزمة الأوكرانية، ورئيس الوزراء الروس وزير الخارجية الروسي: العقبات الغربية تعرقل الدعم الروسي للدول الإفريقية، ومصر هي الدولة الأولى اللي بيزورها وزير الخارجية خلال جولته الإفريقية اللي هتستغرق 5 أيام، وهيزور خلالها الكونغو، أوغندا، إثيوبيا. أيضا CNN: في زيارة إلى مصر لافراف يلتقي السيسي ووزير الخارجية. إندبندد أيضا تتكلم على وجوده في مصر وبتقول أول خطوة على الجسر الإفريقي. إذن هي زيارة مهمة، هي زيارة مهمة. خليني أرحب على التليفون بدكتور نبيل رشوان الخبير بالشأن الروسي. دكتور نبيل مساء الخير يا فندم. ألو ألو دكتور نبيل سمعني؟ أفندم أهلا بحضرتك. أهلا بيك. أهلا بيك. من وجهة نظر حضرتك أهم ما جاء في تصريحات وزير الخارجية الروسي اليوم؟ يعني طبعا الزيارة اللي هي بدأت لمصر وحتشمل عدد من الدول الأفريقية بتيجي طبعا في الأساس طبعا لبعض حل أزمة الصمت وتوقيع اتفاق الإشراف الأمم المتحدة. طبعا كل ده يصب في صالح روسيا على اعتبار أنه المسألة مسألة القمع ومسألة الظروف الصعبة اللي كان من الممكن أن تمر بها بعض الدول الأفريقية ممكن نعتبرها قد حلت. وطبعا تأكيد الوزير على العلاقات المتينة والقوية بين مصر وروسيا وطبعا المشروعات المشتركة طبعا نؤكد عليها الوزير وعلى أنها تسير في طريقها الصحيح دون أي تأثيرات لهذه الأزمة التي تمر بها العلاقات أو الأزمة بين روسيا وأوكرانيا. وطبعا كل هذا بلا شك يعني بيؤكد على متانة العلاقات بين مصر وروسيا سواء من خلال مشروع الضبعة لمحطة الكهرباء أو لمشروع شرق التفريع اللي هي طبعا منطقة صناعية روسية، بالإضافة للعديد من المشروعات طبعا اللي بين مصر وروسيا، وبالإضافة طبعا بلا شك لتنسيق المواقف بين مصر وروسيا على الساحة الدولية سواء السورية سواء الليبية أو حتى دول الساحل الأفريقية. مصر طبعا دولة يعني بالنسبة لروسيا دولة مهمة جدا ودولة محورية في المنطقة، ولذلك يعني لابد من العودة إلى مصر عند اتخاذ أي قرار أو أي شيء يتعلق في منطقة الشرق الأوسط أو حتى إفريقيا. وكلنا يذكر يعني مؤتمر إفريقيا وروسيا اللي عقد في مدينة سوتشي روسيا وكان حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي طبعا ساهم بدور كبير جدا في تعميق العلاقات بين الدول الإفريقية وروسيا في ذلك الوقت، وشهد بذلك حتى وسائل الإعلام الروسية والرئيس الروسي نفسه. نعم دكتور نبيل، شايف من وده جزء من الجانب يعني زيارة وزير خارجية الروسي وبداية الزيارة من مصر، شايف بتصريحاته كمان النهاردة انه هل وارد انه يحدث حلحلة ما في الأزمة الروسية الأوكرانية؟ أفندم الجزء الأخير من السؤال لو سمحت. حلحلة، هل ترى أن يكون هناك حلحلة قريبة في الأزمة الروسية الأوكرانية؟ يعني طبعا أنا هقول لحضرتك على حاجة، أنا لا أتابع يعني أنا بمعرفتي للجانب الأوكراني ومعرفتي للجانب الروسي أنا لا أستبعد أن يلتقي الاثنان وتقوم وتنتهي هذه الأزمة إلى لا شيء إلى لا أزمة أصلا.
لان الشعب الروسي والشعب الشعب الاوكراني والشعب الروسي يعني اقارب بعض، وبينهم مصاهره على جانبي الحدود اسر. ده في السياسه وارد، لكن انا بتكلم على الوضع الحالي. الوضع الحالي طبعا هناك المشكله في هذه الازمه ان هناك تدخل غربي غير محمود، تدخل غربي بيسعى للتصعيد ويسعى لاطاله هذا النزاع، ويسعى الهدف منه في الاساس هو استنزاف روسيا. استنزاف عسكري، استنزاف روسيا عسكريا على الارض واقتصاديا من خلال العقوبات. وهذا طبعا يعني هذه مساله مفهومه. روسيا حاليا تريد عالم متعدد الاقطاب، وروسيا حتى في زياراتها الحاليه وزياراتها التي حدثت قبل ذلك، سواء مؤتمر قمه طهران اللي عقدت منذ ايام، وزياره وزير الخارجيه الان لعدد من الدول الافريقيه وعلى راسها مصر، هو في الواقع الامر هو بيسعى من هذا او تهدف هذه الزيارات الى ان تحدد هذه الدول موقفها لسبب بسيط جدا. العالم الان بينقسم، العالم من الممكن ان تنتهي الازمه الاوكرانيه بتعدديه قطبيه، وروسيا بتعتمد بالدرجه الاولى على الدول التي لم تحدد موقفها بشكل نهائي من هذه الازمه. وعدم تحديد المواقف هذه مرتبط اصلا ببعض الدول الافريقيه التي يعني ربما تقول هذا النزاع بعيد عني وكذا، ولكن روسيا حلت بعد ان حلت مشكله الحبوب ومساله انه ممكن ان يصل القمح الى الدول الافريقيه، برضو ارادت هي في نفس الوقت ان تستثمر هذا الانجاز الدبلوماسي الذي قامت به، ومن ثم تجمع بعض الحلفاء او بعض يعني الموالين او تجعل الدول الافريقيه تحدد مواقفها من الازمه الحاليه. نعم. فبالتالي لا تستبعد ان تكون بدايه حلحله للازمه. طبعا بلا شك، لانها مفاوضات تمت. اي نعم، لم توقع الاتفاقيه بين الجانب الاوكراني والجانب الروسي، وانما وقعت بين الروسي والامم المتحده والاوكراني والامم المتحده والتركي بالطبع. ولكن في كل الاحوال وجود شيء من التفاوض او شيء من اللقاء هذا شيء جيد جدا، واتصور انه في المستقبل يعني من الممكن ان تلعب تركيا وتلعب الامم المتحده ايضا، لان الامم المتحده لعبت دور جيد جدا في مساله الافراج عن المقاتلين الذين كانوا محاصرين في أزوفستال في مدينه ماريوبل، لعب دور كبير جدا انطونيو غوتيريش الامين العام للامم المتحده، وانطونيو غوتيريش ايضا كان في تركيا ولعب دورا ايضا في هذه المساله، وهذا بيعطي دور جديد كان غائب للامم المتحده. واتصور ان حتى الجانب الاوكراني من الممكن ان يقبل دور للامم المتحده حتى عن انه يقبل حتى وسطات دوليه سواء من تركيا. شكرك دكتور نبيل رشوان، شكرك. الحكم على قاتل نيره اشرف. النهارده جنايات المنصوره طلبت بالاتي: طلبت ببس تنفيذ حكم الاعدام في قاتل نيره اشرف على الهواء مباشره. النهارده الحقيقه كانت الرساله موجهه للمشرعه، وجنايات المنصوره بتقول انه من باب الردع انه ولو جزء بسيط من تنفيذ حكم الاعدام على قاتل نيره اشرف يكون على الهواء. خليني ارحب بالاستاذ نهاد ابو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان. استاذ نهاد مساء الخير يا فندم. اهلا استاذه عزه، مساء الخيرات. اهلا بحضرتك، اهلا بيكي. اولا ايه رايك في الفكره؟ عايزه اتناقش مع حضرتك فكره اذاعه تنفيذ الحكم بالاعدام على الهواء او جزء منه، رايك فيه ايه؟ هو الحقيقة الموضوع ده يعني قتل بحثا في علم الإجرام، وهل الإذاعة أو حتى تنفيذ الإعدام علنا بيؤدي إلى الردع؟ في الحقيقة لا، في الحقيقة هو في الأول أو لأول مرة بيشكل صدمة للجمهور، وبعد كده بيتحول إلى اعتياد، وبعد كده بيتحول إلى تخلية وكأنه ماتش كورة أو الناس بتبدأ تتجمع فيه، وشفناه بالضبط كأنه مشهد. وشفناه في دول كانت لوقت قريب جدا
بتنفذ عقوبات علنية زي مثلا السعودية، يعني الوقت قريب كده من عدد سنوات كانت بتنفذ ده علني وامتنعوا عن ده نتيجة تطور الدراسات اللي ليها علاقة بعلم الجريمة. فربما يكون مفيد نشر الصورة مثلا وهو لابس البدلة الحمراء دي، دي في حد ذاتها رادعة في إطار صورة بس، أو في إطار خبر لما يطلع خبر تنفيذ حكم الإعدام على فلان الفلاني المتهم بكذا. العدالة الناجزة هي أكثر ردعا، يعني ما قامت به محكمة المنصورة في فكرة إنه يعني الشرطة الحقيقة من أول وقعة نيرة تم التحرك سريعا، اتقبض على الشاب، تم محاكمته محاكمة عادلة وناجزة، يعني تم الاستماع ليه كاملا، تم الاستماع للمحامي بتاعه والمحامي بتاع نيرة، ويعني احترمت كل الإجراءات الجنائية. وهنا ده اللي احنا عايزينه، فكرة ليه ما بيحصلش ردع، أو ليه عندنا نسبة كبيرة في الجرائم سواء جرائم العنف أو جرائم الاغتصاب أو التحرش، لأنه الناس ما بتاخدش ما بتربطش ما بين الجريمة والعقاب، بنقعد شهور. يعني خليني أديكي مثل على بننسى بالظبط، خليني أديكي مثل على جريمة تانية اللي هي مثلا زي التحرش الإلكتروني. أنا عايزة أقولك قعدنا عقبال ما وصلنا لحكم المحكمة تقريبا سنة، لكن قدام أربع قضايا، يعني الشخص اللي عمل التحرش الإلكتروني ده اتعمل ضده أربع محاضر وتحولت ونزلت أربع قضايا، أخذ أحكام هو مش متخيلها، سواء على مستوى الغرامات وصلت إلى يعني مئات الآلاف، وعلى مستوى الحبس أخذ أحكام بالحبس. الناس ما بتربطش، يعني هو نفسه كان يقولك إيه، اعملوا اللي انتوا عايزينه، اضربوا دماغكم في الحيط، وروني هتعملوا إيه للضحية. هنا ليه مش حاصل ردع رغم إن عندنا قوانين صارمة جدا في مواجهة العنف ده؟ هو ان انا عندي عدد قضاء قليل، عدد نيابات قليل، وبالتالي بيبقى الملفات كتيرة قوي. اللي احنا نعمله هو ما ضربته محكمة المنصورة من نموذج على من اول، مش بس المحكمة، من اول الشرطة القبض على المتهم الى النيابة اللي اخذت اجراءات. والحقيقة مرافعة النيابة كانت رفيعة المستوى. رأي حضرتك ايه شفتيها؟ 83 دقيقة لازم تدرس لطلبة كلية الحقوق. أنا معاك، أنا معاك، لأنه كمان الخبر نازل. خليني أقول لحضرتك حاجة ملاحظة كده بسيطة، حيثيات حتى والخبر نازل، أنا كنت مستمتعة وأنا بقرأ الكلام وهو مشكل، عارفة اللغة العربية والمعنى إيه الجمال ده، عشان يعني قطعت حضرتك وانت بتقولي تدرس، لانها بالفعل حتى التشكيل والتعامل بشكل عام فعلا يدرس. يعني الحقيقة حضرتك بتشيري الى الحكم كمان، يعني انا اشرت الى النيابة، مرافعة النيابة 83 دقيقة وموجودة على صفحة النيابة على الانترنت، وبدعو كل ولادنا المحامين الشباب وكل طلبة كلية الحقوق يسمعوها ويذكروها. صحيح. كمان الحكم نفسه، منطوق الحكم نفسه كان رفيع المستوى زي انت ما اشرت. فسواء على مستوى الاسانيد القانونية او على مستوى اللغة نفسها يدرس برضو، وبدعو كل ولادنا واخواتنا الشباب في المجال القانوني انهم يسمعوا ويذكروا الكلام ده. فانا في تقديري الردع هو ان الناس تبقى عندنا عارفة ان في عدالة وناجزة وعادلة وفيها كل ضمانات المحاكمة العادلة. ومن هنا جاء فكرة الهجوم على المحكمة، ربما القاضي الجليل رئيس المحكمة ما دعاه لتنفيذ الحكم علنا، وانا مختلفة معاه في النقطة دي واكن له كل الاحترام الحقيقة. هو كمية الهجوم أن لنا في تقديري هجوم لجان إلكترونية مستأجرة لأسباب سياسية، إنه كمية الهجوم اللي حصل على الدايرة والتشكيك فيها رغم إنه كل شيء كان بمنتهى الشفافية ونقلوا الإعلام كان مهول، يعني غير منطقي وغير قانوني وغير طبيعي. لأنه قلنا أكثر من مرة حكم الإعدام لا ينظر عن قاضي واحد، حكم الإعدام بالذات لازم يبقى بإجماع الثلاث قضاة، دايما نقول بإجماع الدائرة القضائية الثلاث قضاة،
ما ينفع. عارفه لو اثنين من القضاه واحد اعدام وواحد بس تشكك او قال لا ناخد مؤبد او الكفه هتروح للي تشكك الواحد من نعم. واحد نعم. مش للاثنين صحيح مفيش صحيح. اغلبيه حكم الاعدام بالذات لابد ان هو يكون بالاجماع. النقطه الثانيه حكم الاعدام وجوبي فيه والزامي على النيابه العامه انها تعمل نقض قدام محكمه النقض لان احنا بنتكلم على حياه بني ادم نعم. فلازم يبقى عندي اكتر من مستوى للتقاضي فكل المتاجره اللي حصلت في القضيه من نوعيه انا هعمل نقض وانا هعمل ما اعرف ايه كل ده متاجره وطعن في المحكمه الحقيقه اللي كانت نموذج رفيع على العداله. فاحنا هنا النيابه دي من ضمانات المحاكمه النيابه هي اللي لازم تعمل طعن بالنقض. طيب طعن بالنقض يعني الولد ده مش هيتعدم قبل شهور او سنه لان انا لسه عندي مرحله الطعن بالنقض نعم. محكمه النقض اما انها تقبل الطعن وده مش معناه انه بريء او ممكن ياخد براءه صحيح بس صحيح ممكن تقبل الطعن باجراء معين او شيء معين ويعاد المحاكمه تاني او انها ما تقبلش الطعن وخلاص يؤيد نعم. الحكم. احنا قدام دقه شديده في التعامل مع حياه الناس وحفاظ على حياه الناس وبالذات فيما يتعلق بجرائم الاعدام لكن العنف والارهاب والوقاحه اللي مورثت ضد الدائره القضائيه ده اللي عايز اخد راي حضرتك فيه شايفاه ازاي وليه شايفه هذا الهجوم ضد المحكمه بشكل عام وضد ما حدث اليوم شايفاه موجه ليه؟ بصي انا كتبت اكثر من مقال في الموضوع ده ايوه انا شايفاه هجوم سياسي سياسي في عند طبعا وكل اللي احنا شفناه كانت لجان الكترونيه بفكره قلب الحقائق وخلق حاله من التعاطف مع الجاني لاكثر من سبب القصه دي استخدم فيها واحده يعني احنا خليني اقول لك على المستوى السياسي في مدرسه تابعه لمنظمه اسمها اطفر في سوريا في صربيا ايوه اطفر دي بتعلم الناس التغيير دون استخدام سلاح وبتعتمد على فكره تغيير او قلب الانظمه دون استخدام سلاح بتعتمد في الفلسفه بتاعتها على حاجتين الحاجه الاولانيه انها تستخدم قضيه يتفاعل حولها الناس مؤثره قوي في الراي العام للراي العام وتقلب كل الحقائق اللي فيها. الحاجه الثانيه بتستهدف مؤسسات الدوله وبالذات الشرطه والعداله أيوة. علشان تشكك الناس فيها وده بالضبط اللي حصل في القضيه بتاعت قتل نيره. احنا قدام نموذج من اول استجابه الشرطه للنيابه للقضاء رفيع نموذج رفيع المستوى ونتمنى انه يطبق في كل القضايا ومع ذلك حصل توجه مباشر لضرب المؤسستين دول. طيب كان في استخدموا الستات ففي واحده ست كان عندها على الحساب بتاعها 100,000 فجاه بقى مليون ده من 100,000 المليون كل بتوع السوشيال ميديا الخبر عارفين ان ده بيبقى توجه تنظيمي مباشر نعم روحوا في تنظيم ما بكل لجانه الالكترونيه روحوا على الحساب ده ارفعوه نعم فدي اول نقطه على طول شككتني في القصه دي. النقطه الثانيه هو فكره ان انا بحاول القي بعبايه التطرف والارهاب والسلفيه على القضاء يعني هنا لما حد يطلع يقول لك احنا عايزين نلم ديه ده مش مصطلح قانوني اصلا واحنا صحيح. في القانون المصري ما نعرفش كلمه ديه فانا بحاول ان انا يعني اجيب كده ايه بلدت اسود بعد الشر يا رب واقوم حطاه على القضاء واقول ايه اصل هم ممكن نضحي بالحكم ونعمل ديه انتوا مدانين احنا دوله قانون مش دوله قبيله في الصحراء صحيح ما عندناش الكلام ده أي. ونبدا نروج للدية ونشكك الناس أيوه. العادية في القضاء هو يا نعم. نهار اسود هي البت اتذبحت في عز الظهر وممكن نقبل الكلام ده طيب يا جماعة قانونا لا يجوز التصالح في الجنايات تمام. يعني ممكن احنا ما عندناش مصطلح الدية في القانون يا أستاذ عز نعم. بس عندنا في الجنح حاجة اسمها تصالح يعني أيوه. ايه تصالح يعني الناس ممكن تتنازل عن حق الخاص لكن يفضل حق العام وهو حق الدولة في الأمن والردع القاضي بقى يقدره فاحيانا نعم. ما بيديش براءه ابدا في صلح لكن أيوه. يدي ايه حكم مع وقف النفي في الجنايات لا يمكن لا يمكن
نعم ماشي. ليه؟ لان الناس ممكن تتصالح على حقها الخاص، لكن حق الدوله في الجنايات لا يمكن التصالح عليه. صحيح. فيجي حد بقى يفضل مجموعات الكترونيه كده تروج بفكره الدية، فيشككوا الناس في العداله. طيب النقطه الثالثه، مين اللي عنده استعداد يدفع 5 مليون و10 مليون علشان قاتل؟ صحيح. لو كان القاتل ده كان بدايه لاستخدام تنظيم الذئاب المنفرده في مصر، ايوه، وان كانت نيره دي مش اول واحده، ايوه، ده كان المفروض انها تبقى واحده وبعدين تكور اربع خمس مرات. ده يبقى قدام يرعب الناس وكان البلد ما فيهاش امن. تمام تمام، فهمت وجهه نظرك. طبعا هي دي يا استاذه، ايوه طريقه الذئاب المنفرد. نعم. انا بطلع افراد، ما هي بتيجي الاعمال الارهابيه متعدده ومتنوعه. صحيح. فانت عشان تقول لي انك عايز تدفع 5 مليون جنيه ولا 10 مليون جنيه لقاتل، او تروح لواحد من اكبر المحامين اللي اتعبوا اكثر من كده، نعم، علشان يعمل نقد القاتل، القاتل ده يساوي عندك ايه؟ صحيح. غير انه ده كان اجهاض لمخطط ارهابي في مصر، لان يبقى عندنا بدل محمد ده 5 6، أيوة، يعملوا نفس العملية في وش معنى محمد تحديدا اللي هيتلمله المبلغ ده أو أي شخص؟ بالظبط، لأنه ده تنظيم، ده تنظيم إرهابي. نعم. فإيه اللي حصل؟ إن أنت الحمد لله بالأمن المصري وبالقضاء المصري أجهضتي هذا التنظيم. فبقى أنت كنت تتوقعي، أو أنا يعني في الدراسات السياسية اللي بنعملها، نعم، طول الوقت، إنه لو كان الموضوع ده عدى كنت هتلاقي بدل نيرة دي 7 8 بنات في محافظات مختلفين بنفس الطريقه، والهدف وتلاقي الفديه بقى اشتغلت بقى والفلوس ظهرت، ومش هتلاقي البنات المستهدفين. نعم. المستهدف ان انت تعملي رعب للبلد زي التفجيرات الارهابيه كده. نعم. في كل حته. نعم. نعم. فاهماني؟ فالقصه ما هياش بس بنت اتقتلت وولد كان بيحبها والكلام النهبل اللي احنا شفناه ده كله، لا، الموضوع ده ما يعديش، يعني ما يعديش كده. نرجع لموضوعنا الاساسي. انا مع كامل التقدير والاحترام للهيئه القضائيه، واحييها على الجهد العظيم والنموذج الرائع اللي عملوه في محاكمه نيره، لكن انا بحكم يعني دراستي المتعمقه لعلم الاجرام وتجارب الدول في موضوع الاعدامات العلنيه دي، انا لا اتفق مع ده خالص. هنا بتقولي حضرتك رايك بشكل عام، مش برايك عضو حقوق انسان او محاميه، انا بتكلمي كواحده مهتمه بالشان العام وبقضايا الراي العام. لا، مش منفصل، لانه المجلس القومي لحقوق الانسان لا يمكن يقبل ده، يعني احنا اصلا عندنا مناقشات حوالين عقوبه الاعدام اجمالا، وامتى تطبق، ولازم نخفف بعض الاحكام، لانه يعني العالم كله بيتجه الى الغاء عقوبه الاعدام. أي فاحنا أي بنحاول اننا نحد من عقوبة الإعدام في كتير من الجرائم اللي ممكن تستبدل بعقوبات أخرى، إنما كمان نوصل لإننا نعملها علني، أنا رأيي إن ده لا يحقق الردع، بالعكس هتبقى بقى إيه، تسلية وكأنك في مباراة كورة. اعتياد بعد الاعتياد عليه. كلام مهم، بشكرك شكرا جزيلا أستاذة نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. الحقيقة فتحت قضية مهمة جدا، كل جملة قالتها محتاجة عنوان كبير، تتكلم على الفكرة، مش فكرة نيرة ولا فكرة محمد، تتكلم على فكرة تنفيذ ولما الدية، وإنه بنات دول يبقوا إيه. إحنا محتاجين نفكر في القضايا بالشكل ده، مش بالشكل الظاهري فقط. وأنا يعني بحييها لاهتمامها بالتفاصيل، وهنا بقى أن أنت تبقى معني بقضايا مهمة، قضايا بلدك، في ان انت تشوف ما وراء الموضوع، مش الموضوع بشكل مباشر فقط. هو طلب من المشرع انه ده يكون موجود او بيطلبه، وطبعا ده لتحقيق الردع زي ما قلنا، جنايات المنصورة بفكرة إزاعة تنفيذ حكم الإعدام على الهوى. هل المشرع هنا أو التشريع هنا موضوع هيبقى محتاج تشريع، ولا طلب لمجرد فكرة الردع؟ خليني أرحب بست نائب طارق عبد العزيز، محامي عضو مجلس الشيوخ. مساء الخير يا فندم. أستاذ طارق مساء الخير، أهلا بحضرتك. أهلا بك. أستاذ طارق، هل هذا يحتاج لتشريع قبل التنفيذ إذا نجحت الفكرة كإذاعة الحكم على الهواء؟ أنا بتكلم على الفكرة، هو الأول بتكلم على القضية بشكل شخصي. تمام يا فندم.
هو الاول بدايه انا كلمت بصفتين، بصفه ان انا يعني احد اعضاء المجلس التشريعي، نعم، وايضا احد المهتمين بالعمل القانوني، نعم، كوني احد المحامين. اتفضل. والسؤال هنا، لان انت وانت بتكلمي استاذه نهاد تناولتي امر هام جدا يا دكتوره، وده عهدناه دايما فيكي في تناولك القضايا الشائكه اللي بهذا الشكل. هو ليه الهجوم على المحكمه بهذا الشكل؟ نعم. وعايز اقول لك سؤال بسال بيه نفسي مش بسالك. القاضي اللي اصدر الحكم ده من حقه ان يهب المشرع ويطلب منه؟ نعم. اي قاضي هل ده لوحده؟ لا، اي محكمه من حقها انها تطلب من المجلس التشريعي تعديل تشريع ترى انه وجب او لزم لتحقيق اي من الامور التي تراها. تمام. يتم تعديله. حقه. واحد. نعم. اثنين، للمحكمة أن تمتنع عن تنفيذ القانون؟ نعم. عندما يتعارض مع الدستور، عندما ترى أن النص غير لائق، غير قابل للتطبيق، تمتنع عن تطبيقه؟ نعم. إذن المحكمة لم تخطئ، وأنا طبعا لن لا أناقش حكم ولا أعلق عليه. نعم. لكن طبعا المحكمة لم تخطئ، وليس مع المهاجمين لها حق. ليه؟ لأنه أنا هستعير عبارة قالها القاضي العظيم ده اللي كتب الحكم. نعم. لما قال وان انا الم يأن للمشرع، وهذا اسقاط، الم يأن للذين امنوا، الم يأن للمشرع ان يجعل تنفيذ العقاب بالحق مشهودا؟ ايوه، العقاب ده حق. صحيح. الم يأن للمشرع ان يجعل تنفيذ العقاب بالحق مشهودا؟ مثلما كان الدم المسفوح بغير الحق مشهودا. نعم. هذه العبارات لابد ان نقف، انا مش واقف قدام الحكم كحكم، ما احنا بيصدر عندنا كل يوم عشرات الأحكام بالإعدام، لكن الآن أنا بقف أمام عبارات ذلك الحكم في تحقيق الردع العام ورغبة مصدره بأن يكون ذلك الحكم ليس حكما بإنزال العقاب على من اقترف الحكم على الجرم، ولكنه أيضا يكون مفيد للمجتمع. للمجتمع. نعم. عشان كده عايز أقول لك، واخدك بقى في حتة شوية، يعني لو عندي بس 3-4 دقايق، عايز أقول لك إنه كتير قوي من دول العالم تعرف جريمة الإعدام، كتير نعم قوي نعم. من دول يعني الأمريكان عندهم 32 ولاية بتطبق حكم الإعدام، ولها نعم. في كل ولاية بتختار الطريقة التي تنفذ الحكم الإعدام بها. تمام. منهم من يرى تنفيذ الحكم الإعدام بالكرسي الكهربائي، ومنهم من يرى تنفيذ حكم الإعدام بغرفة الغاز، ومنهم من يرى تنفيذ حكم الإعدام بالحقنة القاتلة. كثير من دول اليابان بتتضمن عقوبة الإعدام ولها طريقة في التنفيذ، الهند كذلك، الصين، الشرق الأوسط كله، عايز أقول لك إسرائيل. الآن في أمريكا ينتظر تنفيذ حكم الإعدام في أغسطس 2021 3652 محكوم عليهم بالإعدام. السنة اللي فاتت. نعم. السنة اللي فاتت. أي. العدد زمانه زاد السنة دي. آه. فهذا الأمر بيرجعنا إلى ما ذهب إليه سيادة القاضي والمحكمة المؤقرة التي أصدرت الحكم. نعم. في أنها ترغب في الحد من هذه الظاهرة. صحيح. كنا بنشوف واحد في الإسماعيلية قطع رقبة واحد ماشي في الشارع. النهارده بنشوف ولد مجنون بينزل يشيل. صحيح. صحيح. يعني تحت فكرة، أي عنوان، الحب فكرة أو الرضع. فكرة الرضع، وده من حقه. عايز أقول لك بقى إنه إحنا عرفنا الحكاية دي من بدري، وإحنا يعني مثلا عايز أقول لك الهند بدأت تطبق من 1995، لكن إحنا طبقنا من إمتى؟ إحنا عندنا من أشهر قضايا اللي تقضي فيها بالإعدام يا دكتورة عزة 1808 إعدام سليمان الحلبي في مقتل كليبر لو تتذكري. نعم. وده نعم. كان طيب كان مهم كان جدا، مهم جدا ان احنا اولا الرصد اللي حضرتك عملتوه لنا بشكل سريع ده مهم للدول اللي بتطبق الاعدام، مهم جدا حضرتك وضحت ان ده من حق المحكمه ومن حق القاضي ان هو يطلب ما يراه، مهم جدا التوضيح لماذا هذا كل هذا الهجوم. بشكرك شكرا جزيلا سياده النائب طارق عبد العزيز، وخليني اطلع فاصل عشان عايزه نتناقش ونفضفض مع بعض ونتكلم على مساله الانتحار. بس عايز اقول لحضراتكم قبل ما اطلع فاصل، اللي كان بيسال على امل ماهر يتوجه ويروح العالمين، توجه على طول الجمعه اللي جايه للعالمين، يحضر حفله امل ماهر ويستمتع بصوتها، بس ياخد الاول ويحجز على تذكرتي. هطلع فاصل ونتواصل مع حضراتكم بعد الفاصل. برحب بحضراتكم مجددا. وهل فكرة الانتحار بتبدأ بتهديد مثلا
وبتفلت وبتقلب بجد، ولا بتبقى حاجة جوه البني آدم فترات طويلة لغاية ما بياخد القرار بعدين يقدم على الخطوة. خليني أرحب بضيوفي دكتور رأفت شحاتة، أستاذ الإدارة واستشاري التنمية البشرية. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. رحب كمان بدكتور أسامة الحديدي مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. أهلا بحضرتك معنا دكتور أسامة. أهلا وسهلا بحضرتك. دكتور رأفت، هي الفكرة بتبدأ بتهديد وبعد كده تفلت وأحيانا تقلب بجد؟ هو بس أنا عايز أقول حاجة صغيرة، هو دايما إحنا كلنا بنتعرض لضغوط نفسية، في ناس الضغوط النفسية بتخليه يزداد صلابة ويزداد قوة، وفي ناس الضغوط النفسية قد تؤدي إلى مصيبة زي الانتحار. يعني لو نفتكر مثلا الرئيس الأمريكي روزفلت قال جملة حلوة جدا، قال البحور الهادئة لا تصنع قبطانا ماهرا. يعني عشان حضرتك يبقى عظمك ناشف لازم تتعرضي لضغوط، ودي هتخليك أكثر خبرة. ده يرجعنا بقى لفكرة الشخصية، يعني هل في شخصيات أكثر تعرضا للانتحار؟ وده طبعا يعني بتركيبتها، تركيبة الشخصية، بحكم تركيبتها. أشهر شخصية اسمها الشخصية الحدودية، الحدودية، وأشهر اتنين ينتموا ليها في التاريخ والاتنين انتحروا، هتلر ومارلين مونرو. دي شخصية هشة، أي ضائقة بتتعرض ليها سواء رغم القوة ورغم السلطة ورغم الشهرة ورغم المال. عايز برضو أوضح حاجة صغيرة. لا ده رغم كل ده، أي مشكلة؟ كل هذا لا يمنع. ما هو كلمة شخصية حدودية يعني إيه؟ يعني شخصية متأرجحة، شوية مبسوط وشوية متضايق. لما يزيد حتة الحتة اللي أنا فيها متضايق، وفي هرمون مهم جدا في المخ أحد الهرمونات الأربعة المسؤولة عن السعادة اسمه سيروتونين. أول ما السيروتونين يقل الشخص ممكن ينتحر. عشان كده بعض الناس اللي هم للاسف ما عندهمش معلومات صحيحه يقولك لا ما اروحش لدكتور نفساني يديني ادويه. ما يديلك ادويه يا سيدي، الكيمياء بتاعت المخ في الاكتئاب بيحصل فيها ايه؟ بتبوظ. فالسيروتونين لما بيقل كارثه بكل المقاييس. احنا بنعمل ايه او الاطباء النفسيين بيعملوا ايه؟ بيدي حاجات ترفع نسبه السيروتونين عشان على الاقل احاول امنع حدوث الانتحار دلوقتي، وبعدين نبتدي بقى ندور على سبب المشكله، نبتدي ندور على ازاي نقلل الضغط النفسي. لكن لو انا ما عالجتش الحته الاولانيه بسرعه شخص هينتحر. انا بحترم العلم جدا مع مدرسة إنه كله يروح ويصب ناحية العلم، لكن ما هو إحنا كلنا لو فضلنا ماسكين الميزان ده وركزنا هنتعب برضو. يعني أقصد دكتور رأفت إيه؟ إن مفيش حد فينا ما بيتقابلوش شخصيات حواليه طول الوقت بتصدر له طاقة سلبية، مفيش حد فينا ما مرش بيه، حد مثله، حد عي، حد كسر بخاطره، حد يعني النفس البشرية هي دي. فأقصد أقول إنه مش طول الوقت برضو ينفع نروح لدكتور نفسي. بس خليني استأذن حضرتك واروح لدكتور أسامة. ودكتور أسامة، بحكم المركز، هو أنا ممكن قبل ما نفذ فكرة انتحار جوايا بتراودني طول الوقت بأن أنا حياتي ملهاش لازمة؟ وليه بيجيلي الإحساس والجملة دي؟ أنا وجودي زي عدمه. هل ممكن أكلمك في التليفون وأقول لك مثلا دكتور أسامة أنا حاسة أن أنا وجودي زي عدمه، أنا بفكر أنتحر؟ أعتقد اللي بياخد قرار مش هياخد فتوى. ولا بيكلموكوا يقولوا لكم إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وسلم. زي ما حضرتك تفضلت طبعا، هو سؤال ربما يكون لا يخطر على بال كثير منا، انه واحد هينتحر هيسأل يقول انا انتحر ولا ما انتحرش؟ هو خلاص الدنيا بالنسبة له اسودت في وشه. فالسؤال لا محل له بالنسبة له او المستمع اللي بيقول ده هيسأل ولا مش هيسأل. لكن ده حقيقة واقعة في هذه الفترة. يعني احنا بعد ما اعلنا عن وحدة الدعم النفسي ومبادرة انت غالي علينا في 18 سبتمبر 2021، عدد الاتصالات اللي بتسأل في الاتجاه ده عدد كبير جدا، مش عدد بسيط. انه اتجاه يقول لك، حد بيكلمك يقول لك انا عايز انتحر اعمل ايه؟ عنده عدد من الازمات. عنده عدد من الازمات. لكن احنا مش هنتطرق الى هذه الازمات، ولكن نشوف ايه الدوافع اللي ممكن تخليه يسأل هذا السؤال. إن هو ممكن يكون بيستشير بحيث إنه يختار طريقة من الطريقتين اللي ينهي بيهم
هذه الحياة، هل إنه هو يموت؟ يعني أنت بتقول له اختار اختار قدامك. هو بيطرح كده والله، هو في طرحه كده. يعني لو حضرتك تحب نضرب أمثلة ببعض الأسئلة. مثال سريع. مثال سريع، وصل لعدد كبير جدا من ارتكاب بعض الآثام أو غيره أو غيره، وصل إلى مرحلة الإلحاد، وبعدين قال إيه لما وصل عند الإلحاد؟ قال لا أنا أختار الانتحار أحسن ما أموت ملحد. فهو لما وصل للمرحلة دي ده محتاج يعرف إن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور، فمحتاج حد يقعد معاه يقدم له نوع من الدعم النفسي، تعزيز العوامل الإيجابية، سواء بالنسبة للشخص عوامل إيجابية ذاتية أو عوامل إيجابية في المجتمع مجتمعية أو عوامل إيجابية أسرية أو عوامل إيجابية دينية تفتح له الباب من جديد ثم يعود إلى الله سبحانه وتعالى، علشان نمنحه هذا الدعم. يعني غالبا بتجيلك الأسئلة غالبا في سكة إنه ارتكبت ذنب أو إثم وخلاص بقى مش طايقة نفسي وما عنديش حل غير إن أنا يا أنتحر يا أنتحر. ده مثال، ده مثال، تمام، ده مثال، خليني. لكن في أمثلة كتير طبعا. طبعا طبعا. دكتور رأفت، هو احنا علاقتنا ببعض محتاجة إعادة صياغة؟ فبالتالي الطاقة السلبية عند كل واحد فينا تخف شوية، اتغيرنا احنا قوي. دي حقيقة. ويعني استكمالا للجزء اللي حضرتك كنت بتكلمي فيه مع دكتور أسامة، فكرة قوة تأثير الكلمات الإيجابية، يعني إنه حاجة تبقى موجودة، ودي ظهرت في أكتر من مشكلة من المشاكل اللي حصلت، دايما الناس بتنتقدك مرة في اتنين في ثلاثة، ده بيقلل إحساسك بنفسك، بيقلل ثقتك بنفسك. قصة الكلمات الإيجابية إزاي بيبقى ليها التأثير العكسي تماما، يعني مثلا واحد زي جون كينيدي أمه كانت كتباله على باب أوضته وهو عنده 6 سنين مستر بريزيدنت، يعني تخيلي شايفة إزاي بتستخدم الكلمات الإيجابية. لكن أنا لو قمت الصبح وقلت الواحد يعيش ليه، الواحد فشل في الشغل وفشل، شيء طبيعي إن ده يؤدي بشكل أو بآخر إلى أن أنا انتحر. فإحنا لازم نراقب نفسنا. طبيعي برضه يا دكتور. بس ده بيحصل. يعني في الطب النفسي حاجة مهمة جدا، اللي بتكرريه على المستوى الشعوري كذا مرة بينزل في اللاشعور بتاعك، فلازم حاجة تبقى حريصة في الكلمات اللي انت بتقوليها، وفي نفس الوقت الدائرة المحيطة بيكي لازم يشجعوكي، وخصوصا لما تبتدي تظهر عليكي بعض العلامات اللي تقول ان حاجة دخلت في اكتئاب، سواء ما بتاكليش خالص او بتاكلي كتير، لان في حاجه احيانا بتلاقي اعراض عكس بعض، صحيح. ما بتناميش خالص او بتنام كتير. فاول ما يحصل تغيير سلوكي في حاجات معينه اعرف ان حاجه دخلتي في اكتئاب، يبقى لازم هنا يبقى في تعضيد اسري، في تعضيد ديني، في تعضيد نفسي، عشان اقدر بشكل او باخر امنع فكره ان احنا ندخل المنطقه دي، المنطقه اللي احنا مش هنرجع منها بعد كده. ايوه، فكرة الفنتليشن أو التنفيس دي حاجة مهمة جدا، إنه شخص يفضفض بالحاجة اللي بيقولها فعلا تجيب نتيجة. دي حقيقة. وفي نوع حاجة مهمة جدا من العلاج النفسي اسمه CBT، اللي هو الكوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي، أو بنسميه العلاج المعرفي السلوكي. الدكتور بيقعد مع المريض يبتدي يعمل نوع من إنه بيسمع الأفكار اللي عنده ويحاول يغير له الفكر اللي عنده. ليه؟ في حاجة كده في الإدارة مهمة جدا اسمها الاتيتيود، أو بنسميها بالعربي كده الاتجاه، هي عبارة عن فكر ومشاعر وتصرفات. التصرفات هي عبارة عن نتيجة تفاعل الفكر مع المشاعر. الإرهابي اللي بيروح يقتل ده بيقتل ليه؟ عشان عنده فكرة لو قتل حد هيدخل الجنة. عشان أغير هذا السلوك السلبي أعمل إيه؟ أغير الفكر. لو ما غيرتش الفكر هيفضل طول النهار الشخص بالمنظر ده. فالشخص اللي عايز ينتحر عنده أفكار معينة، أنا ماليش لازمة، أنا فشلت في كل حاجة، لازم أغير له هذا الفكر. بس أنا بتكلم هنا عن علاقتنا ببعض دكتور رأفت ودكتور أسامة، علاقتنا ببعض اتغيرت، إحنا كمجتمع كأسرة، بلاش كمجتمع، إيه كل واحد فينا بقى ماسك التليفون مشغول عن ابنه، مشغول عن بنته، و اتكلمي معايا شويه، طب هخلص يعني مش فاضيه لك، ما حدش بقى فاضي لحد. هل فكره ان احنا نسمع بعض وفكره ان احنا ما نهملش بعض، نهتم ببعض، نهتم الشكوى اللي هو انا عايز حد اتكلم معاه، ما ينفعش حد يتجاهل الجزئيه دي يا دكتور اسامه؟ هل دي منطقه لازم ننبه المجتمع ليها، ننبه الاسر ليها؟ احذروا لما الجمله دي تتقال لك لازم تنتبه ان في حد محتاجك.
هو من الدوافع الخطيرة جدا للمشكلة اللي احنا بنتكلم فيها النهاردة، اللي هي قطع جسور التواصل في المجتمع. تبدأ من الأسرة، المحيط الضيق بالإنسان أو بالشاب أو وبتجيلك شكاوى بالشكل ده كتير جدا، كتير كتير جدا. حتى من الأمهات والأباء نفسهم، مش بس الشباب اللي بيتصل يقول أنا عندي مشكلة. فبيوصل لمرحلة أمهات تقول لك ولادي ما دخل في حل لوحده، ما عادش حد عارف يتواصل معاه، انقطع عن المجتمع المحيط به، ما عادش حد ليه سلطة الإقناع بالنسبة له، فأصبح منعزل عن الأسرة وأصبح منعزل عن المجتمع المحيط، مجتمع الأصدقاء والزملاء، وما عادش حد قادر، ما فيش حد قادر يتكلم معاه. احنا هنا بنوجه النصيحة زي ما حضرتك بتقولي للمجتمع كله بتعزيز روابط التواصل ابتداء من الأسرة. الإشكال الكبير انه دلوقتي كل واحد مشغول في وسائل التواصل اللي قطعت التواصل. صحيح، هي وسائل المفروض ان هي وسائل لتعزيز التواصل بين الناس وتقديم خدمات جليلة للمجتمعات، ولكن هي في الحقيقة قطعت أواصر التواصل وجسور التواصل بين أفراد البيت الواحد. صحيح. مش المجتمع. صحيح. فده بدوره بينعكس على الأبناء اللي مش لاقي حد يسمعه، البنت اللي مش لاقي أمها بتسمعها، كذلك الولد. أصبحنا لا نرى في أبنائنا إلا السلبيات. وإذا قام واحد من أبنائنا بفعل إيجابي، الدفع الإيجابي ما بقاش موجود، ده احنا دايما ما بنشوفش غير السلبي في بعض وبنعاقب على السلبي. يعني احنا نفوق على التصرف السلبي، لكن التصرف الايجابي نغض عنه الطرف، نطنش، ما نشجعش، نقول عادي، ما هو المفروض يعمل كده، ده الواجب عليه. ممكن بعض الناس يستحي كده يقول ايه، لا انا مش هقول له احسنت، لا قول له احسنت. قول له التصرف اللي انت تصرفته تصرف، شجعه وخليه يكمل، تصرف جيد جدا. والتواصل ده حسسه بانه عمل حاجه كويسه. أول مراحل العلاج اللي بنعالج بيها أبنائنا أو المجتمع بشكل عام الاستماع الجيد. طيب، الإصغاء. دكتور رأفت، لو رجعنا نسمع بعض زي ما كنا بنسمع بعض، يقول لك إيه ساعات كانوا زمان يقول لك الأصحاب، يقول لك إيه يا جماعة أنا محتاجاكوا جنبي، تعالوا عايزة أحكي لكم حاجة. على فكرة هم ما عملولهاش حاجة، أو هم ما عملولهاش، هم فقط سمعوا. بس عايز أقول حاجة صغيرة هنا، هو ليه الولاد خد بالك، انا مش بتكلم هنا عن المرض والعلاقه ما بين الطبيب وما بين المريض، لا انا بتكلم على الأسرة. حاله مجتمع. بس هو حك ليه الولاد ما بيسمعوش ابهاتهم؟ وحك خديها من منظور نفسي. لان الاب دلوقتي والام ما بقوش مؤهلين نفسيا او فكريا ان هم يتواكبوا مع الفكر بتاع الولد. الولد بيتكلم تكنولوجيا، الاب والام مش فاهم تكنولوجيا. الولد بيتكلم عصر حديث، الاب والام دقه قديمه. فبتلاقي ان الولد بيدور على مصادر اخرى يسمع منها غير ابوه وامه. لكن انا دلوقتي لو الحوار بتاعي، يعني خلينا ناخد مثلا بعض مشايخ الازهر، تلاقيهم قريبين جدا من الشباب. ليه؟ بيتكلم اللغه اللي الشباب عايز يسمعها. ماشي، انا عامل ايه كمجتمع؟ انا هنا بتكلم اسره. احضر الاب والام ان هو يتكلم باللغه اللي ابنه عايز يسمعها، اللغه العصريه. لكن انا دلوقتي كاب وام، او ما يرفضش اللغه بتاعته. هو ما اقصدش اللغه كمصطلحات، لا لا، انا اقصد اللغه كفكر. انا يعني تخيل لما ابنك مثلا يقول لك ماما انا عايز ادخل سياسه واقتصاد ولا ادخل ألسن، تقول له يا حبيبي اللي انت شايفه كويس. يعني ايه انت شايفه كويس؟ ما هو انا كاب لازم ابقى قاري كويس. ما هو الثقافه لما تبقى ضعيفه عند الاب والام، سواء ثقافه بصفه عامه او ثقافه ليها علاقه بعلم او ليها علاقه بتكنولوجيا، انا بحس ان ابويا دقه قديمه اسمعه ليه. فدي نقطة مهمة. الحاجة التانية برضو دكتور أسامة اتكلم عليها، احيانا الأب أو الأم بيلعب دور مش كويس مع الأولاد، دور النقد. في كده عالم روسي شهير، أو الهدم. إيه دكتور رأفت؟ نقرازة بنقولها كده بالبلدي. صحيح، نقرازة. اللي هو فكرة إيه؟ أصل أنا عايزه، على فكرة ممكن يبقى الأب جواه والأم جواها غير. يعني تقصد إيه؟ إنه الطريقة دي كانت بتجيب معاها زمان فإنها كانت تبقى أحسن، هو متخيل إن هو هيبقى أحسن. لا، مش بالضرورة يبقى أحسن، ممكن تحبطه. كنت عايز اقول لحضرتك حاجه على قصه النقد دي، لما احيانا الام بالذات بتاخد الدور ده مع الولاد. في عالم روسي مشهور كان اسمه بافلوف، كان بيجيب كلب ويضرب له جرس ويديله حته لحمه، وكرر القصه كذا مره، وكان بيجيب انبوبه ويقيس بيها معدل اللعاب في بق الكلب. مع تكرار ضرب الجرس للكلب حتى لو ما جابلوش حته اللحمه، اللعاب بيزيد. سموها الارتباط الشرطي. فلو انا دلوقتي امي بالنسبه لي او ابويا ارتبط عندي، كل ما اشوفه ينتقدني مره في اثنين في ثلاثه في اربعه، مش عايز اشوف، بكره اشوف ابويا. صحيح. فاحنا عايزين الارتباط الشرطي يبقى ايجابي. كل ما اشوف ابويا
ابويا يشجعني بكلمه وبعدين يقول لي بس ايه ما نخلي بالنا من كذا. ام كلثوم قالت جمله حلوه قالت له يا ما كنت اتمنى قبلك بابتسامه او بنظره حب او كلمه ملامه. لو شفت الاثنين الاولانيين ابتسامه او نظره حب ايجابيين كلمه ملامه في الاخر انا اقدر استقبل منك السلبي بعد ما يجي بعد الايجابي لكن مش اول ما اشوفك ايه اللي انت عاملاه ده يا عز فتلاقي نفسك قفشت مني. صحيح وده غالبا بقت لغه عصر دلوقتي او بقى ده الدارج ما بيننا اللي هو العين ما بتجيش غير على السلبي سلبي للأسف وما بتسمعش غير السلبي وده بيؤدي لأنه تطول الوقت شايفني في حتة شايف فيا الأجزاء السيئة وطبيعي أنه أي حد يبقى فيه مش حابة أسمعك مش حابة أشوفك فبالتالي أنا أختفي فبالتالي أنا أحس أن أنا كده ماليش لازمة فلان شايفني فاشل فلانة ما بتسمعنيش ما فيش إضافة في حياتي ما أضفتش ده ممكن يؤدي للانتحار بس وخصوصا لو الشخصية هشة الشخصية الهشة هو شخص مش واثق في نفسه فتيجي حاجة تقولي له انت فاشل كمان يعني هو داخليا شايف انه فاشل وجاله من بره كلمة تانية الاتنين في نفس يعني الاتجاه يعني ده الاساس انه شخصية هشة طبعا الشخصية القوية النقد ليها ممكن يخليها تاخده بشكل ايجابي ويبتدي يشوف طب هو ليه الراجل ده بيقول لي كذا يفكر لكن السلبي هو نفسه بيقول ان انا مش قد كده مهزوز فتيجي حاجه تقولي له على فكره انت ما انا مش شاطر خلاص ينتحر بس المهزوز ده لو اشتغل على نفسه يجيب نتائج يشتغل ازاي بقى لما حضرتك تستخدمي اللغه الايجابيه عشان ترفعي عنده حاجه بنسميها السيلف استيم او مدى ايمانه بنفسه تمام برضو دكتور اسامه بتتابعه هل الـ 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 انا مش يعني عفوا انا مش بقيم المساله او المركز لكن مهم قوي ان الواحد طول الوقت يراجع اللي حصل هل شغلنا ده جاب نتيجه هل احنا بن بن بنوجه الناس في الاتجاه الصح اسمح لي ما هو مش كل الناس هتبقى عايزه الراي الديني او عايزه الفتوى الدينيه لا هي عايزه انسان يقول لها انت كويس مش لازم يبقى من الجانب الديني المسيحي او من جانب الديني الاسلامي هي عايزه بني ادم يسمع لها ايا كان. هل شايفين مرصد جاب نتيجه بتتابعوا؟ الحمد لله احنا خليني اروح لنقطه صغيره اللي هي تعزيز الثقه بالنفس لان ده مهم جدا وده منهج قديم وهرجع لحضرتك في النقطه اللي قديم وحديث اعتقد ده عمره ما يقدم ايوه اللي بيها بنقيس الأثر المرتد أو التغذية الراجعة الفيدباك بتاع الشغل بتاعنا فخلينا نروح لجزئية الثقة بالنفس ونشوف مثل من الأمثلة النبوية لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قاعدين وطلع سيدنا عبد الله بن مسعود يقطع جزء من السواك عود من أراك فرأى الصحابة أن الريح تحرك سيدنا عبد الله بن مسعود لدقة ساقيه فسخروا منه أو تنمروا على اللي بنسميه دلوقتي تنمر نعم فضحكوا من دقة ساق سيدنا عبد الله بن مسعود فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم لما تضحكون فقالوا من دقة ساقيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي أثقل في الميزان من أحد أو من جبل أحد نعم تعزيز الثقة بالنفس فمنحه مزيدا من الثقة بنفسه في نظره هو وفي نفسه هو وفي نفس أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والنماذج كتيرة جدا كذلك تعزيز الثقة بالنفس في حب الوطن لما سيدنا أبو بكر الصديق وعمر بن فهيرة وبلال بن رباح اشتقوا لمكة وهم في المدينة حتى أصابتهم الحمى وسيدنا أبو بكر يعني أصبح يقول شعرا كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله فستنا عائشة حكت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فدعا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة وهي وطن كحبنا مكة أو أشد وصححها وبارك فيها وانقل حماها فاجعلها في الجحفة ده بالنسبة للنماذج الإيجابية وتعزيز الثقة بالنفس اللي المفروض نربيه في أبنائنا ودايما بين الوقت والآخر نعزز الشغل على ده صح. موضوع الأثر المرتد معلش أو رد الفعل رد التقييم ردود الأفعال احنا بنقيم ردود الأفعال بناء على استجابة المستمع أو اللي احنا بنستقبله في المكان عندنا وبالمناسبة احنا بنستقبل اتصالات على 19906 أو بنستقبل رسائل على صفحة مركز الأزهر العام للفتوى ونفتح شات حوار مطول بيننا وبين الشخص يمتد ربع ساعة تلت ساعة نصف ساعة أو نستقبله في المكان أو نرسل إليه فريق عمل للمكان اللي هو فيه لو الأم اتصلت وقالت أنا مش قادرة أتواصل معاه فورا بنكلف فريق عمل يروح لحد بيته
في أي محافظة من محافظات الجمهورية علشان يقدم الدعم المناسب اللي يخرجه من هذه الحالة ويعاد تأهيله ثم متابعته بعد ذلك. الحمد لله معظم الحالات اللي وصلت إلى مركز الأزهر العام للفتوى أو تواصلنا معها بطريقة أو بأخرى نقدر نقول إن هي تجاوزت المحنة اللي كانت قدامها، لأن احنا بنراعي الحاجات الأساسية للجسد، جسد الإنسان، الحاجات المعنوية المرتبطة بالروح والعقل، الحاجات المجتمعية الخاصة بالإنسان، كل هذه الاحتياجات الخاصة بالإنسان اللي جات فيما يسمى في علم الإدارة مثلث ماسلو، دي طبعا كلها أمور بنراعيها عند المعالجة. وإذا احتاج الأمر إلى تدخل الطبيب النفسي بتقولوا له ده احنا فيه تنسيق بيننا وبين الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي في مثل هذه الحالات التي تحتاج إلى معالجات نفسية أو دعم نفسي من نوع آخر غير الدعم المعنوي المرتبط بمعالجة المشكلة المرتبط بالاستماع والإصغاء وعكس السؤال أو الطرح الذي يطرحه المستمع. كل هذه الأمور تراعى في هذا الطرح، والحمد لله النتائج ممتازة جدا بالنسبة للأعداد اللي وصلنا إليها أو وصلت إلينا في هذا المكان، بدليل عدد الاتصالات الحاصل والمتابعات الحاصلة وخروج الناس بحالة من الرضا عن أنفسهم وعن أهليهم وعن المجتمع، ثم نوفق بينهم وبين الأهل، بندي برضو جرعة للآباء والأمهات لتجاوز المشكلة. لازم لازم. دكتور رأفت، دول عملت إيه في بعض الدول؟ خدت سكة عاملة زي حكيت للسادة المشاهدين اليابان، يعني حست إنه فكرة الفضفضة ومجتمع بقى مش فاضي لبعضه ولا لنفسه. خلينا ناخد مثلا برنامج الشهير اللي عملته منظمة الصحة العالمية، عندهم برنامج شهير للتعامل مع الانتحار، بيعتمد على حاجتين. الحاجة الأولانية عبارة عن دورات تدريبية أو عبارة عن محاضرات بيقولوا للمريض فيها هو يعني إيه انتحار. بيكلم المريض ولا بيكلم المجتمع بشكل عام؟ بيكلم المريض، بيكلم على البرنامج ده. الحاجة التانية بعد ما بتخلص القصة دي بيسيب له رقم تليفون عشان يبقى فيه نوع من التواصل، سواء انت نسميها انباوند او يعني حاجة تكلميني او احنا نتابع معاكي، لانه في حد ذاته فكرة التواصل ده، لانه احيانا ممكن حاجة الحالة المزاجية بتاعتك النهاردة تبقى كويس بعد يومين ثلاثة الدنيا تقع، فانا لما اشوف حد الاقيك. وعايز اقول لحضرتك ان منظمة الصحة العالمية عاملين يوم 10 سبتمبر ده اليوم العالمي لمقاومة الانتحار، يعني هو من اهمية الموضوع نفسه عملوا يوم عالمي ليه عشان يعملوا نوع من التوعية. يعني حتى لما بنيجي نشوف هو اكتر حاجات بتساعدك على انك ما تدخليش مرحله الانتحار انك تعالجي الضغوط النفسيه. نعم. فابتدوا يعملوا نوع من التوعيه على ايه بعض التكنيكس، يعني مثلا في تكنيك لطيف قوي اللي هي التمارين التنفس. عندنا حاجه اسمها 4-7-8 ودي حاجه مشهوره جدا. بياخد نفس لمده 4 ثواني، يكتمه لمده 7 ثواني، يخرجه لمده 8 ثواني. حاجة تاني كانت ظهرت في المسلسل بتاع نيلي وشريهان، لما دنيا سمير غانم قامت بتضحك بشكل هستيري وكانوا هي نايمة على سرير وجنبها إيمي، ده نوع من اليوجا اسمه اللافتر يوجا أو يوجا الضحك، وده نوع طبعا مهم جدا جدا جدا. ما هو ده بقى اللي بيزعلك، إن الناس أحيانا بتعرف العلم من المسلسلات. ساعتها السوشيال ميديا كلها ابتدت تتكلم هو ايه اللي حصل ده. قالوا لهم يا جماعه ده حاجه اسمها يوجا الضحك. طب ما احنا كان المفروض بقى عارفينها من قبل كده. لا ولا نعرف احنا نعرف يوجا النكد، نعرف يوجا الطاقه السلبيه اللي مش على الناس بقى. لا يعني. ليه ما نعرفش الحاجات دي ليه؟ يعني الاكل نفسه في بعض حاجات من الاكل بيبقى فيها بعض المواد اللي بتقلل الضغوط النفسيه، يعني حاجه مثلا زي اللوز الني، حاجه زي الجبنه القريش، حاجه زي البيف او في حاجات فلازم الناس تبقى عندها هذا الثقافه دي. الثقافه دي لان دي في الاخر الانتحار بيوصل تراكمات. في نماذج لدول تانية غير الفكره اللي حضرتك قلتها بتاعت يعني عايز اقول لحد باراك اوباما في مره قال في 2009 قال احنا هدف الدوله دلوقتي ان احنا نقلل مستوى هرمون الكورتيزول اللي هو الهرمون اللي بيطلع جوه جسمه ومسؤول عن الضغط النفسي عند الشباب. تخيلي لما رئيس الدوله يبقى مركز في هرمون لانه شايف الهرمون ده هو اللي هيؤدي الى مصيبه اسمها الانتحار، انا عايز اقلل الهرمون. فابتدت الدوله تدور نعمل ايه؟ ايه البرامج اللي ممكن نعملها عشان نقلل القصه دي؟ عملوا حاجات كتيره جدا منها فكره التوعيه على ايه الهرمون ده بيزيد امتى؟ ايه اللي بيحرقه او بيقلله؟ تخيلي حك الرياضه مثلا، لحك بتمشي ايدك اليمين بتتحرك مع رجلك الشمال وايدك الشمال بتتحرك مع رجلك اليمين، الباترن ده بيحرق هرمون الكورتيزون.
في حاجات كتيره جدا الناس لو عرفتها يعني مش هتوصل لمرحله صحيح. اللي احنا بنخافين منها لفكره الانتحار، لانه الناس بتتوقف امام ليه دلوقتي. طول عمر الناس عندها ضغوط نفسيه، طول عمر الناس على مدار التاريخ عندها مشاكل، مفيش حد ما عندوش مشاكل يقول لك بس إيه كانت زمان الناس اهدى من دلوقتي. ما انت لو بحثت هتلاقي الاسباب كانت ايه. دكتور إيه يعني خليني بس اكلم المجتمع بشكل عام. دكتور اسامه، تقول ايه للمجتمع، تقول ايه للاسره دلوقتي قبل ما نختم؟ يعني احنا كاسر محتاجه ايه؟ في كلمة بعد انتهاء الجلسات حصلت في جلسات كتير بتؤلمنا جدا، انه كتير من اولادنا لما نقعد معاهم يقولوا الحمد لله ان احنا لقينا حد يسمعنا. ايوه، ما هو من هنا انا انطلقت. فطبعا لما حد وصل لمرحلة الانتحار او الانهاء حياته بضغوط او بغيره، طبعا لما يوصل في آخر هذا اللقاء لدرجة أنه يقول أنا الحمد لله وكأنه يتنفس الصعداء، صحيح الحمد لله عادت له الحياة من جديد، إن أنا لقيت حد يسمعني. هل فقدنا في المجتمع الصغير الأسرة على المحيط الأوسع شوية، الحي أو الحارة أو المكان اللي احنا فيه أو القرية أو غيره، فقدنا هذه الرحمة وهذا العطف على أبنائنا وأبناء المجتمع كله لدرجة إن هو مش لاقي حد يسمعه أو يتكلم معاه أو يفضفض معاه شوية، يمشي هذا المشوار وهذه المسافة علشان بس يقعد شوية يقول كلمتين ويلاقي حد يسمعه بشكل جيد، صحيح. وينصت إليه، أيوة. ويصغي إليه، ولما يجي يتكلم معك ما تقطعوش، حسسه بالاهتمام، سيبه. ولو هتقطعه تقطعه في نفس الاتجاه اللي هو بيقوله، انت تقصد كذا، علشان يكمل ونسمعه للاخر خالص لحد ما يقول كل اللي عنده. بعد كده ممكن اطرح عليه الكلام بشكل عكسي، يعني لو هو اتكلم عن مشكله خاصه بيه ممكن اطرح عليه نفس المشكله بصوره عكسيه، بحيث ان هو يدرك ان انا كنت معاه بعقلي وبقلبي وبكل وجداني، بحيث ان انا استوعبت المشكله بتاعته تماما. فهو نفسه ادرك وعنده شعور تام ان في حد شايل معاه الهم بتاعه دلوقتي، صح. فبدا يلاقي له نصير في المجتمع. فبما رحمه من الله لنت لهم، صح. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اشكرك دكتور اسامه الحديدي. دكتور رأفت، تقول ايه للاسره، تقول ايه خلينا نكلم الاسره لانه هو الارتباط الأسري الصغير. إن احنا لازم نثبت وقت أثناء اليوم، وغالبا ده بيبقى على العشاء، لأنه ممكن الظهر مثلا الأب يبقى لسه في شغله، أيوه. ربع ساعة أو تلت ساعة أثناء العشاء نحط قاعدة كده، هنقعد مع بعض، ما حدش هيستخدم موبايل خالص، موبايل كلها بعيدة خالص عننا، احنا قاعدين بنتعشى بنتكلم مع بعض، نكون هو الفترة دي اللي أنا بسمع فيها أولادي، بسمع فيها مراتي، من غير ما يكون في أي تشويش من أي جهاز أو من أي حاجة، وتتثبت يوميا يعني على الأقل لما نقعد مع بعض ربع ساعة أنا هقدر أحس من خلال القعدة دي هل حد من ولادي متغير شوية؟ هل لكن فكرة إن إحنا كل واحد بيعمل حاجة لوحده، وده بيتغدى لوحده وده بيتغدى في وقت تاني وده لازم يكون في وقت الناس تجتمع فيها مع بعض يعني. تمام، أشكرك شكرا جزيلا. سيكرا. دكتور رأفت شحاتة، خلونا نسمع بعض يا جماعة أرجوكم، يعني خلينا نلحق بعض بمعنى أدق، ونسمع بعض ونهتم ببعض، لما نقعد نسمع بعض بلاش نصادر ولا ننظر على بعض، خلينا نحترم يعني ايه فرق أجيال، خلينا نحس ان احنا في تواصل طول الوقت، بلاش نوصل اي شخص محتاج لينا انه يروح مننا ونرجع نقول ده كان طالب المساعدة، طالب بس حد يسمعه، حد يفضفض معاه ونرجع نندم. اعتقد ان احنا كلنا نلحق نعمل ده. بشكر حضراتكم، اشوفكم بكرة على خير، مع تحياتي عزة مصطفى، وإلى اللقاء.